الأحداث مش مستوعبين أصلاً إنه خلص مش راجع، إنه راح مش راجع. هو كل وقته عنا، هذا الولد كل وقته عنا، هو اللي بيجمع كل أولاد عمامه، كل أهل الدار بيتجمعوا لما يجي فؤاد عنا، بتولع بسيده كثير، بضل عايت لأهله أني أنا بس بدي أروح عند دار سيدي، بدي أظن عند ستي، أمه بدها تأخذه يروح يشتري أواعي للمدرسة، صار عايت لا بدي أظن عند ستي، بدي أظن عند ستي، قد ما بحب يمضي وقته عنا، يعيط يقول له أبوي يلا إلبس البيت، يقول لا أنا بديش أروح على البيت، بديش أروح على البيت، أنا بظني هون عند ستي، أنا بديش أروح على البيت. قبل الحادث بأكل من 10 دقائق طلعوا من عنا، بعد 10 دقائق كلهم بيجينا تلفونات فؤاد اندهت. 10 دقائق هو قاعد عنا من الساعة 12 الظهر، كنت عاملهم غدا، تغدوا عنا وظلوا عنا لا بعد المغرب للثمانية ونص، 9:15 بيتصلونا فؤاد اندهت. هذا اللي صار يعني كل طول النهار، يوم الحادث بقى عنا ما فرقناش يعني ولا ثانية. فيش اشي نقوله غير انه ما كانش طفل، كان فوق الطبيعة، ولد انه تصرفاته، الكاريزما تبعته، شخصيته، الثقة النفسية في حاله ثقة عالية جدا، كان يتعامل مع الشباب وكأنه شاب، حالة نادرة. الحالة هاي بجوز مرة في الجيل تلك حالة، في حالة هذا الطفل، مش لأنه حفيدي أنا بحكي لك الإشي، هو فعلا هيك كان. هاي الحارة كلها موجودة، بقية الشباب يتعامل معه كشاب، بيختار يتعامل معه كاختيار، الأولاد يتعامل معه كطفل، كان قيادي، خلق قيادي، خلق يعني إنسان قيادي. وثلاث سنين اللي هو عاشهن، السعادة والفرح اللي فوتهن علينا، يعني لغيره توقع معه 60 و70 سنة توزع نفس المقدار السعادة والفرح اللي فؤاد دخلهن علينا بثلاث سنين. سعب أقول لك كيف يعني القرار طبعا هو أبوه مسلم وأمه مسيحية، فالقرار كان للتنين، والله يحميه كمان سيده من ناحية الأب. أجى حكى مع سمر وسألها كمان السؤال هذا، وشو بتحب تعملي، فأعطاه حتى مجال بنتي، طلبت منه أنه بس قبل ما ياخدوه تعمل هي تغسل ابنها، وقالت له عمي أنا عايشة معكم وأنا بنفس الحياة معكم، فكان يعني بتعملوا كل إشي لازم ينعمل كيف إحنا عايشين بنفس القرية بنفس المحل، وهذا فخر ليلي لأنه أنا عايشة مع جوزي ومع أهل معاكو، أنتوا أهلي وأنتوا بالنسبة لي كل إشي. فعملت بس مجرد إنها هي حممته، والطقوس طبعاً فيش عليها اختلاف لأنه هي عايشة بالقرية هون، المنطقة قريبة عليها، ما كانش في أنا أي اعتراض لإشي من الشكل، لأنه احنا بالاخر انا بحكي بشغله واحده، انه احنا عندنا لغه واحده اللي احنا تربينا على اللغه العربيه، ما فكرش في اي اختلاف ممكن وين ندفن هون ولا ندفن هون، وبالاخر هو عند ربنا. بوقت الدعاء والصلاه انا كنت معهم ودعيت معهم ورفعت ايدي ودعيت معهم بنفس الاسلوب بنفس الطريقه. بتمنهاش ولا اي بني ادم يعيش هاي المواقف، يشوف ابنه طفل صغير عم بيموت قدامه، فمواقف صعبة كتير، وصعب يعني الواحد يشرح او يعبر عن هيك اشي. يعني ايه